اوكي، ايفنت تاني يا جماعه، كوبرا جراج، وبيقولوا ان في عربيه هيعلنوا عنها، مش عارف هيعلنوا عن ايه، بس ادينا رايحين نكتشف. وادي الايفنت، ذا انستوببل امبلس، ان 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 ان، وفي درونز بتاع سنة. مش حركات بقى. كوبرا ماركه فانكي. اوكي، كوبرا ليون كانت خطوة متوقعة. بصوا على الثمن، 1,700,000، ونازلة بالموتور 190 حصان زي كوبرا الفورمنتر بالظبط، نفس الوصفة بالحرف، موتور اودي ال 2000 سي سي او المجموعة فولكس فاجن الدي تيون ل 190 حصان. حلوة طبعا. ليون سوب توب، احنا على طول دخلنا في البيزنس يا جماعة. بص هنا 225/40/18، بروفايل حلو قوي طبعا، في الوان كوبرا من تحت. استنى امسح العدسة. اوكي، وازاز فيمي، يعني كوبرا سوب توب. تعالى نشوف فاتحينها ولا لا. قافلينها، خايفين عليها قوي. اوكي حلو، الاكسدام قداماني فيه اختلافات برضو مش قليله، حته الفوج لايتس اللي تحت في حركات اكتر من تحت. تعال نشوف من الظهر في اي حاجه. اوكي، هي بالحرف، فيها حته ديفيوزر يعني مقاسه حلو مش صغير، و عدشك مان زائفه برضه ما بيزهقوش هم من ال، بس نقل الحركه ده حلو. ده هيبقى السبعه الديور كلتش الويت، ومن جوه مفيش اي حاجه، شيفت باي واير برضو زي ما انتم شايفين، والشاشه السنترال، وكوبرا كولرز جوه في كل حته، و استنى بقى برضو نفس الحكايه من تحت. استنى اوريكم بقيه السبيكس. هو اوكي ماكس 8.5 7.4 ثانيه، اتس اوكي، أرقام حلوة يعني. والجير بوكس السبعة دي اس جي، خلي بالكم. وبقية السبيكس نايس، كلام ظريف. طيب اللي فيكم يعرف ان انا ماليش في جو الميكسينج والمينجلينج اللي بيحصل بره، فحيث كده قلت استفرد بالعربيه شويه مع انها مقفوله، مش عارف ليه، مفيش حاجه سبيشال جوه بتحصل. نستفرد شويه بقى، نفس الانوار بالظبط، الاكسدام مختلف يعني، برضو نازله من غير رادار، واخدين بالكم حتى البلوك اللي تحت دي فاضيه. بس انا بتعجبني علامه كوبرا طبعا، الشبكه كمان مختلفه، خدوا بالكم في تغييرات يعني. اوكي، ودول حلوين بس هم فيك ما بيعملوش حاجه، واللون ده حلو لو طلع في النور بره، لو في تو تون كده. ومن جوه الالوان بتاعت سنة، عايز اوريها لكم الالوان بتاعت كوبرا. في شك اللي كاسب معايا هو الجنط، مميز، والظهر كله على بعض. يمكن اقدر اجيبها لكم بزاويه كده، بصوا دي زاويه حلوه، لان السايد سكيرتس كمان العتب الجانبي ده حلو قوي، والكاوتش بوتنزا
من بريدجستون يعني كانوا حطوا ميشلان كان بقى احسن لو بايلوت سبورت مثلا. قال لك هيفتحوها كمان ساعتين مش ان في اي مفاجآت جوه. كانت تبقى حلوه لو المرايه عليها كفر. اجيب لكم الزاويه الفرونت 3 كوارتر. اوكي ده فيديو بنصور فيديو جوه فيديو يا جماعه فيديو جوه فيديو جامد جدا. طيب عمال الراجل الاجنبي بيقول كلام كتير وانا ماليش في الكلام كتير. طيب ايه اللي بيحصل؟ عربيتين كوبرا نزلوا، كوبرا ليون بطعمين، كوبرا الليون اللي نازله ب 1400 سي سي ال 150 حصان وال 250 نيوتن متر هو نفس الموتور بالظبط وبال 8 سبيد الايسن بتاع الليون العاديه، منزلينها كوبرا ليون. وفي كوبرا ليون اللي نازله زي الفورمنتر، لخبطتكم كده عمال الخبطكم، اللي نازله بال 2000 سي سي ال 190 حصان وال 320 نيوتن متر بالسبع نقلات الديول كلتش الويت. الاسعار، الاسعار دي مش وحشه بس لو لقيتها بالاسعار دي لما تنزل 1,700,000 ومليون 350 بالنسبه للاسعار بتوع الموديلين. بالنسبه لي الصراحه يعني مش حاسس ان الليون الالف والكوبرا الكوبرا ليون ال 1400 تستاهل، ما تجيب الليون العاديه. طبعا انا عارف الليون العاديه مش موجود ومش عارف الاسعار عامله ايه، بس هي بالنسبه لي اكنك جبت ليون واديت لها كوبرا كيت من الاساس. لكن طبعا حلوه برضو تغيير وحركه في السوق محتاجها بشده. سعر الثانيه 1,700,000 سعر حلو بس مش عارف غالبا هتبقى نازله بنفس السيت اب بالظبط بتاع الفورمنتر اللي هي ما فيهاش التعليق المتغير، فال 18ات دول هيبقوا مؤلمين شويه. غير كده عربيه حلوه ادائها حلو وموتور 2000 سي سي ده عاملين له دي تيون ما يبقاش قوي قوي عشان ايه هو بينزل باعلى من كده بكتير، لكن اعتقد هم بيراعوا السوق بتاعنا بالذات في المواتير ال 2000 سي سي. دي كانت تغطيه سريعه جدا من كوبرا جراج. مش عارف بقى لازم اقول لكم تشاو بالاسباني بيلا تشاو او اغني حاجه اسبانيش من غير التفتفه. يلا سلام.